بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن تصنيف الفطريات. يمكن تقسيم الفطريات حسب نظام تغذيتها إلى ثلاثة مجموعات: فطريات العفن وذكرناها في الدرس السابق، وأيضا فطريات الطفيلية ذكرناها في درس سابق أيضا. واليوم إن شاء الله راح نذكر القسم الأخير في الفطريات، وهو الفطريات التكافلية. طبعا الفطريات التكافلية تعريف عام عنها بسيط جدا في هذا المقطع القصير. طبعا هذه الفطريات، هذا النوع بالتحديد، يعيش مع كائن حي آخر ويستفيد كل واحد من الآخر، مثل نوع من أنواع اسمها الأشنة، وهي فطريات وطحالب تعيش معيشة تكافلية مع بعض، مع حيوان آخر أو مخلوق آخر. أيضا نوع من أنواع فطريات اسمها الميكروزا، التي تعيش على جذور النباتات بشكل عام. في أنواع من النباتات طبعا ما تعيش فوقها، أما النوع الآخر يعني أكثرها منتشرة في النباتات. طبعا هذا النوع الميكروزا تستمد السكر من النبات، والحلو أن في هذا النوع يفيد النبات كثيرا جدا، يعني تزود النبات بالسكر وتزود النبات بالماء أيضا وبالأملاح التي تمتصها من التربة. أيضا هذه أغلب المعلومات التي نقدر نذكرها في الفطريات التكافلية. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله تستفيدون من هذا الدرس البسيط. إن شاء الله نشوفكم في درس لاحق.